بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ من مدينة عنابة من الجزائر. اليوم 4 جانفي من 2022، هذا أول فيديو في السنة الجديدة. نتمنى إن شاء الله تكون سنة خير وسنة بركة، وإن شاء الله يعيدها علينا بالعافية إن شاء الله. المهم اليوم، يعني البارحة شفت في الأخبار أنه كاين نوعا ما أزمة زيت، يعني نقص في مادة الزيت المائدة، زيت المائدة اللي مستعمل على نطاق واسع عند المواطنين، يعني في العالم العربي يعني كامل وفي العالم بأسره. وأنا استغربت أنه أنا لا أستعمل زيت المائدة في البيت، أستعمل دائما زيت الزيتون. المهم كي شفت باللي كاين هناك أزمة زيت، حبيت نمد محد المعلومة، ولعل شعبنا الكريم يعني وإخواننا الكرماء والأعزاء يفيقوا شوية، يستفيقوا من الغيبوبة اللي هم فيها. ويعني أنا نحير كي نشوف طوابير على زيت المائدة، نحير وكأنه طوابير على مادة حيوية طبيعية غنية، سبحان الله العظيم. المهم أنا راح نمد بعض المعلومات به الناس تفكر شوية أنه زيت المائدة هذا راهو غير ضروري بالبتة، واستعماله بالعكس يضر مش ينفع. الناس ما قاعدة الآن اللي قاعدة نشوفها في الطوابير، ويعني تجهد نفسها ووقتها وضيع وقتها وهي رايحة على مادة والله حتى غذائية، ما نقدرش نقول غذائية. المهم نقول لكم علاه، لأنه ممكن المتفرج يحتار. دوك نعطيك معلومات وأنت بعد ذلك استنتج. الزيت هذا، زيت المائدة، هو ماذا؟ من أين يأتي؟ هو زيوت نباتية. أوكي، زيوت نباتية يعني معظم يعني الآن مستعمل على نطاق واسع هو زيت الذرة وزيت عباد الشمس وتقريبا زيت الصوجة، وكاين زيوت أخرى ولكن اللي يستعمل على نطاق واسع زيت الذرة، زيت عباد الشمس. أوكي، هنا راح نعطيكم سؤال، كيف يتم استخلاص هذا الزيوت اللي توصلك أنت جاهزة في 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 أوعية ولا في قارورات لتستعملها؟ طريقة الاستعمال، طريقة الاستخلاص تخليك تنفر من هذا الزيت. الزيت هذا بعد الهرس وبعد يعني ما يستخلصوا بطريقة ميكانيكية، بعد ذلك يعملوا على استخلاص الزيوت. استخلاص الزيوت أول حاجة يستخلصوها بالمواد الكيميائية، باش يستخلص لك الزيت، ينحي لك الزيت من البذور، لازم يستعمل مواد كيميائية هي اللي تعمل على تحليل فصل الزيت عن الشوائب الأخرى، عن هذيك البقايا. بعد ذلك وهذه المحاليل الكيميائية، هذه المواد الكيميائية والمحاليل الكيميائية راهي تعمل على شوف تقريبا تنحي لك جزء كبير جدا من البروتينات، من الألياف، من الأملاح المعدنية، من الفيتامينات، يعني ما تخليش فيه الزيت هذاك. بعد ذلك يروح للحرارة. لماذا؟ لأنه فيه روائح. درك أنت مثلا تستخلص زيت الذرة، تقدر تشم ريحة الذرة. علاه الآن درك الزيوت هذه لا طعم لها ولا رائحة؟ يقولوا لهم يسميوها احنا في الدارجة هنا في الجزائر سونغو، يعني زيت سونغو، سانغو باللغة المتداولة سانغو، ولكن هي في اللغة الفرنسية سونغو بمعنى بدون طعم ولا رائحة. لماذا؟ لأنه في التكرير يعملوا على استخلاص بالمواد الكيميائية، بعد ذلك يعملوا على يسمى قتلت جميع المواد الكيميائية الطبيعية اللي فيها اللي تنفع الإنسان، بعد ذلك تقوم برفع درجة الحرارة لكي تتخلص من الروائح، إزالة الروائح وتصفية الشوائب هذيك، ومنها قتلت فيتامين أو. فيتامين أو هو من بين العوامل اللي ضد الأنتي أكسيدون ضد الأكسدة، زيد يقتلوه يروح. وبعد ذلك تتم إزالة الملونات مثل الكلوروفيل الموجود فيه ولا البيتا كاروتين. يعني تلاحظوا باللي في عملية التكرير والتصفية قضوا على جميع المواد النافعة اللي كاينة في الزيت، ما بقى فيه والو. زيد على الاخر خلاص، زيد يكملوا عليه يحطوا فيه حوافض،
لانه من المستحيل به الزيت هذا يقعد عام هو بنفس الحاله تاعو الا اذا زادوا فيه حوافظ باه تحافظ على يبقى بدون انه يفسد مع الوقت. يعني ما كفاش انه طريقه الاستخلاص قضت على جميع المكونات وزادوا له مواد كيميائيه يزيدوا على الاخر حوافظ، وفي الاخير يجيك هذا الزيت حاضر به انت تستعمله في البيت. الطامة الكبرى اين كذلك، يعني في من بين السلبيات وين تلقاها، انه هذا الزيت يحتوي على كميات كبيره من اوميجا 6 اوميجا 6. اوميجا 6 وش هي؟ عباره عن ديزاسيد غرا بمعنى احماض دهنيه غير مشبعه، هي الانطلاقه الاولى اللي منها الجسم يعمل الانفلاماسيون بمعنى يعمل الالتهابات. معناتها الاوميجا 6 كثره الاوميجا 6 تعمل على رفع من الالتهابات في جسم الانسان، واذا كان ديما تستهلك هذه الزيوت راح يكون ديما كاين هناك اوميجا 6 مرتفع، ومعناتها التهابات مرتفعه، والتهابات مرتفعه معناتها تولي التهابات مزمنه، والتهابات مزمنه معناتها كوارث، معناتها امراض مزمنه، سكري، ضغط دم، شرايين، قلب، امراض مناعيه الى غير ذلك من الامراض. الاوميجا 3 ضعيف وقليل جدا، نادر ونلقاه في الزيوت، وهو اللي يعدل نوعا ما من الـ 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 النشاط الالتهابي للاوميجا 6. يعني ما كفاش انك راح تستهلك زيت ما فيهش ليس فيه مواد الطبيعيه تاعو اللي راحت في التكرير وفي التصفيه، ولكن راح تاخذ ماده اللي هي مليئه بالحوافظ ومليئه بالاوميجا 6 اللي طلع نسبه الالتهابات اللي تؤدي بعد الى زياده التعقيدات الصحيه، خاصه عند الناس اللي عندها سكري وضغط الدم وشرايين وقلب وامراض مناعيه الى غير ذلك. فهمتوا درك الزيت الان اللي قاعد اللي انتم في الطوابير؟ هذه حقيقه علميه مش نجيبها من عندي، ولا هذه موجوده في المواقع الطبيه، موجوده في مواقع التغذيه، موجوده يعني في جميع المواقع. انا الان نذكركم فيها فقط، انه زيت المائده درك الان في الطهي لا تستعملوا زيت المائده. انا ما فهمتش لماذا تستعملون زيت المائده في الطهي، لا يستعملون الزيوت يهديكم الله، او ما يستعملوش الزيوت، اطهو بالماء، طيب الماكله تاعك بالماء وفقط. اما الزيوت تقدر تستعمل، كاين زيت الزيتون تقدر يستعمل في الطهي مع الماء، معليش القلي لا، القلي كارثه. دوك نرجع لكم لقضيه القلي، تقدر تستعمل الشحوم الحيوانيه، شحوم الحنيه، طرف لحم مع طرف شحم، تقدر يمكن ان تطهو به الماء الطبخ وعادي، ويكون لك زيوت دهون صحيه وعادي جدا. ما يغلطوكمش يقول لكم الشحوم راهي مضره، لا. القلي الان يقول لك زيت المائده انا نقلي به، اكبر خطر هو انك تقلي بالزيوت مهما واش يكون، زيت زيتون ولا حتى زيت عادي، راي كارثه عظمى. زيت الزيتون وقتها تستعملوا كي تسخنوا، انا مثلا افطر على بيضه مع زيت زيتون، ولكن تسخن على درجه حراره اقل، ما كانش البيضه تطبخ او تنضج على درجه حراره ما تفوتش 100، وهي الزيوت اذا استعملت للقلي على الاقل لازم لها 180 الى 200 درجه فما فوق، الى حتى 280 درجه مئويه. اذا استعملت الزيوت في هذه الدرجه عملك خطوره كبيره، تولي اكسده، وهنا تتكسر الروابط وتولي جميع الاحماض الدهنيه جميع سامه، ويولي المركبات سامه، ويزيد يزيد يعني ما عندي ما راح نقول لك يعني كوارث. ولهذا نقول لكم زيت المائده لا يستعمل لا في القلي، غير صحي تماما، لا يستعملش خلاص حتى ولو مره واحده، لا يستعمل للقلي ولا يستعمل في الطبخ لانه غير صحي. اذا لماذا الان انت قاعد تجري وراءه وتحاول انك تجيبه وتطهو به؟ سبحان الله العلي العظيم. الطهي لا يكون، تخلوا عن عاده القلي مهما كانت، تخلوا عن عاده القلي. هذه نصيحة أنا حبيت نقدمها لكم، وأنتم تحبوا تاخذوا بها، تحبوا ما تاخذوش. كان معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.